السودان على طريق الاستقرار، توقيع وثيقة الإعلان الدستوري وجدول زمني لترتيب المرحلة الانتقالية. لقاء أردني عراقي مصري على مستوى وزراء الخارجية في بغداد، تعاون سياسي واقتصادي، الطاقة ومكافحة الإرهاب من أبرز الأولويات. والأيام الأخيرة تخلف أكثر من 30 قتيلا في الولايات المتحدة، انتشار السلاح وخطاب الكراهية أبرز الدوافع. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن استطاع السودانيون اليوم التوصل لتوافق مهم على صعيد عودة الاستقرار للبلاد عقب أشهر من الاحتجاجات. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة وقعا بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، وثيقة تتضمن تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات. توقيع استقبله السودانيون بمظاهر الاحتفال التي عمت العديد من شوارع المدن السودانية، غير أن العديد من المراقبين أبدوا شكوكا حول سير العملية الانتقالية ومدى التدخل الذي قد يظهره العسكر مستقبلا، فيما قالت بعض الأطراف السياسية إنها ليست طرفا في هذا الاتفاق. في المحصلة، رحبت العديد من الدول عربيا وعالميا بالاتفاق على اعتبار أنه يمثل خطوة هامة على صعيد عودة الهدوء إلى السودان، فيما تبقي المرحلة الانتقالية أو تبقى عاملا مهما في الحكم على نوايا جميع الأطراف. الحروف الأولى كتبت ووقع طرف النزاع السوداني على أول وثيقة مبدئية تمهد الطريق لحكومة انتقالية بعد أشهر من الاحتجاجات ومحطات من الحوار والتعثر، حتى وصل المجلس العسكري والمعارضة بوساطة أفريقية إلى البر. بر يكتمل وصول السفن السودانية إليه بعد التوقيع النهائي في 17 من الشهر الجاري في مراسم تليق بتشكيل حكم مدني في البلاد، وسط حضور أفريقي ودولي يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد. وفي اليوم التالي من التوقيع النهائي يستيقظ الشعب على اجتماع لتشكيل مجلس السيادة وتحديد مسؤولياته لإدارة البلاد لفترة انتقالية. وفي مرحلة تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية سيتم تعيين رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته في 20 من الشهر ذاته، وتعيين الحكومة بعد أسبوع من ذلك ليكتمل ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار. مشهد دونت صفحته الأولى في كتاب الربيع السوداني، وكتب فيها أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة، فيما تكون المخابرات العامة تحت إشراف مجلس السيادة المكون من 300 عضوا في فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تنتهي إلى صندوق الاقتراع ليصوت السودانيون لرئيس جديد يحمل العهدة. مجلس تشكل قوى الحرية والتغيير 67% من مقاعده، فيما تسيطر جماعات سياسية أخرى على باقي المقاعد في محاصصة للسلطة طالما طالب بها المتظاهرون. الوسيط الإثيوبي الذي كان شاهدا على التوقيع التاريخي اعتبر أن الاتفاق يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها. يعد أيضا هذا اليوم كيوم يبرز في تاريخ السودان بكونه يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى في بناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش وتهميش لأبنائها، ويعود أبناءنا في الحركات المسلحة إلى حضن الوطن. وفي الأول من أيلول سيجتمع مجلس الوزراء ومجلس السيادة للمرة الأولى لوضع الخطوط العريضة لقيادة البلاد وإنهاء عهد الفوضى. وبعد أشهر من تجمع المتظاهرين في الشوارع مطالبين بحكم مدني، يجتمعون اليوم في المكان ذاته، لكن هذه المرة تعبيرا عن فرحهم بانتصار صوت الشعب كما يقولون
وكما يقول مراقبون وكما سيذكر التاريخ دائما، سودان جديد بأمل جديد. للمزيد أرحب بضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي خالد العيسر. أستاذ خالد أهلا بك بداية، ما هو برأيك التقييم لهذا الاتفاق بالأحرف الأولى؟ هل خرج الجميع رابح، لا غالب ولا مغلوب؟ ما له وما عليه برأيك؟ بالنظر إلى خصوصية الواقع السوداني والمشهد السياسي بصورة عامة، هناك تراكم كبير لمشكلات معقدة ربما بدأت منذ التاريخ أو فجر الاستغلال في عام 1956، وبالتأكيد التراكم الكلي لتجربة حكم الإنغاز في السودان منذ تاريخ 30 يونيو 1989 إلى تاريخ 11 أبريل، هناك تراكم كبير وتعقيدات متجذرة في المشهد السوداني، سواء كانت كنتائج الحروب الأهلية أو انفصال الجنوب وما أفرزه من واقع اقتصادي متردي، والناتج الكلي لتجربة حرب دارفور، الحرب الأهلية التي لم تنتهي بعد، ومعسكرات النازحين، وخصوصية الفكرة الذي جاءت به الإنغاز في بدايات عهدها عندما أخصت أبناء السودان ومكنت بعض أنصارها في عصب الدولة السودانية. بالنظر لكل هذه القضايا، ربما هذا الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في تاريخ السودان، ويلبي دعني أقول الحد الأدنى من التوافق الذي يتطلب التأسيس للانتقال السلمي لدولة ديمقراطية مدنية. ولكن بكل تأكيد لا يستطيع أحد أن يفكك دولة متمكنة ودولة عميقة كما هو حال الإنغاز التي حكمت السودان ربما ب 11 جهاز أمني وشرطي وعسكري، الجيش أكثر من مؤسسة، الشرطة أكثر من مؤسسة، الدفاع الشعبي مجموعات مسلحة في الطلاب، مجموعات مسلحة تتبع للحزب الحاكم. هذا التعقيد يتطلب نوع من الحكمة والموضوعية في الانتقال والتأسيس لمرحلة ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة في السودان. طيب دعني أرحب الآن بضيفي من الخرطوم، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأستاذ الصادق الرزيقي. أستاذ الصادق أهلا بك بداية. كان ضيفي خالد العيسر من لندن قال المهمة بلا شك أنها صعبة وشائكة، وأكيد أن السودان يستعد بهذه الوثيقة لإطلاق الدولة المدنية طالما أن هذا الاتفاق وقع بالأحرف الأولى. التعديلات التي قد يخضع إليها من وجهة نظرك؟ أولا رغم أهمية هذا الاتفاق إلا أن هنالك معضلات حقيقية تواجه هذا الاتفاق. أولا بدأ الاتفاق كأنه حالة من حالات الضرورة بعد أن تطاولت الأزمة السياسية في السودان، والسودان بقي أكثر من 3 أشهر بلا حكومة. الآن هنالك مكونات رئيسية داخل إعلان قوى الحرية والتقرير، لديها تحفظات، لديها رفض لهذا الاتفاق. هنالك قوى أخرى مثل الحركات المسلحة لديها مشكلة ولديها تحفظ ولديها استضاحات قدمتها حول هذا الاتفاق، وتشعر أنها قد طالها التهميش من هذا الاتفاق. كذلك هنالك كتلة سياسية كبيرة هي كتلة الأحزاب السياسية التي تشكل الواقع السياسي في السودان، سواء كان الحزب الحاكم في السابق أو الأحزاب التي تحالفت معه أو أحزاب أخرى موجودة في الساحة السياسية في السودان، لأن السودان يعج بالتنظيمات السياسية، تشعر أنها بعيدة عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق مع مجموعة من الأحزاب والكتل، ولا يمكن الادعاء أن هذه المجموعة التي وقعت مع المجلس العسكري تمثل جماعة الرأي السياسي في السودان. فلذلك مهما قيل أن هذا الاتفاق هو اتفاق لكل السودانيين، إلا أن مكونات أساسية في الحياة السياسية السودانية تشعر أنها بعيدة عن هذا الاتفاق. هذا هو في المقام الأول. في المقام الثاني أن الاتفاق حول هياكل ونظم و مؤسسات السلطة ليست المشكلة الآن في السودان، والمشكلة كيف ترسم سياسات، كيف تضع برامج لحل المشكلات الحقيقية في السودان. مشكلة الحرب والسلام مشكلة، مشكلة الاقتصاد مشكلة، القضايا الأمنية مشكلة، القضايا السياسية مشكلة، قضايا العلاقات الخارجية مشكلة، وكيفية خلق توافق ما بين إعلان قوى الحرية والتغيير وما بين المجلس العسكري نفسه الذي أيضا لديه توجهات
ولديه ارتباطات ولديه علاقات سياسية ولديه امتدادات وأبعاد أيضا خارجية ولديه رأي في كيف يدار السودان في المرحلة المقبلة. أنا أشعر أن الأزمة السودانية الآن أطلت بوجهها وليس الاتفاق هو نهاية للأزمة السياسية. الآن بدأت ملامح وتجليات الأزمة السياسية في السودان تظهر، لأنها ستظهر في الخلفية الفكرية والسياسية التي سيدار طيب بها السودان. طيب تعتقد أستاذ الصادق، يعني أنت أشرت إلى التحديات كبيرة، مهمة إصلاح 30 عاما من الخراب لا شك أنها مهمة شائكة وصعبة، تعتقد أن العقدة ستكمل في المجلس السيادي؟ أشرت إلى الفكر الأيديولوجي في هذا الإطار وكيفية التوافق على برنامج محدد فيما يتعلق في المرحلة المقبلة. برأيك المشكلة ستكمن في آلية تفكير العسكر ونظرتهم إلى الأمور، وكيف سيكون شكل سطوة المؤسسة العسكرية لاحقا؟ أولا نحن الآن يجب أن نصوب النظر نحو كيفية توحيد إرادة سياسية لطرفي الحكم الجديد. العسكريون يحتاجون أن يتوافقوا مع القوى السياسية التي وقعت معهم على إرادة سياسية موحدة وعلى نظرة واحدة في كيفية إدارة البلاد. واضح أن قوى إعلان الحرية لديهم تصورات حول بعض المسائل وليست كل المسائل، لأننا لم نسمع لديهم حتى الآن رؤية اقتصادية، ولم نسمع أيضا لديهم تصور كامل لقضايا السودان المختلفة. السودان في قضايا اجتماعية معقدة، في قضايا سياسية، في قضايا اقتصادية، في قضايا أمنية. المطروح الآن كله هو كيفية قيام هياكل الدولة وكيفية المحاصصة السياسية وكيفية توزيع الأنصبة والمقاعد في المجلس السيادي أو في الحكومة. لكن المشكلة الرئيسية في السودان الآن يحتاج إلى إرادة سياسية موحدة. هذه الإرادة السياسية هي التي تحدد ملامح مستقبل السودان في الثلاث سنوات القادمة. أنا أعتقد أن هنالك فرصة، لا تزال هنالك فرصة. كيف تستطيع القوى التي وقعت هذا الاتفاق اليوم بالأحرف الأولى أن تجمع حول هذا الاتفاق الرأي السياسي في السودان، وأن تتوحد مع كل التنظيمات والقوى السياسية والأحزاب الموجودة في الساحة والقوى الاجتماعية، أن تتوافق معها وأن تأخذ معها الجميع في مركب واحد لعبور هذه المرحلة. هذه هي المعضلة، لأن الآن بدأت تتوالد شكوك وظنون حول ما هي نوايا الطرفين، كيف يستطيع الطرفان أن يديرا هذه المرحلة الانتقالية، وبأي طريقة وبأي برنامج وبأي كادر. هذه هي المشكلة. هنا القضايا لا تزال قامضة، القضايا المتعلقة بالتشريع في المرحلة الأولى، القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي، القضايا المتعلقة بالمعايير التي سيتم من خلال اختيار الحكومة. كان يقال أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات مستقلة، الآن يخشى أن تتحول الحكومة المدنية القادمة إلى حكومة حزبية تتألف فقط من قوى إعلان الحرية والتغيير أو بعض إعلان. طيب. هنالك طرف داخل الحرية والتغيير، طرف كبير ومؤثر، هو الحركات المسلحة وكذلك الحزب الشيوعي السوداني. طيب سأتي إلى هذه إلى هذين الأمرين أستاذ الصادق. تجمع التنظيمات المدنية. طيب. أو قوى اتحادية. طيب أستاذ خالد، يعني بلا شك أن الطريق لن يكون يعني مفروشا بالزهور والورود، سيكون صعبا برأيك كنس مخلفات وتشوهات نظام ما يوصف نظام اللصوص والقطط السمان؟ ما انفك الناس من الخروج من دائرة التعقيد الأساسي، وهي دائرة تفكيك النظام نفسه. في تقديري الشخصي أن الكوادر السودانية الوطنية والكفاءات يعني تعج بها الساحات والميادين والمنظمات الدولية، العديد من الدول تحتكم إلى خبراء أصلاً هم من السودان، حتى عندنا في أوروبا، في بريطانيا، في أمريكا، في الأمم المتحدة. إذن المشكلة ليست في الكفاءات ولا حتى في البرنامج الذي يمكن أن ينتقل بالسودان إلى مرحلة الاستقرار. بالتأكيد كانت المعضلة الأساسية هي العبور بالسودان من مرحلة التمكين التي رسخت لها الإنغاذ منذ فجرها الأول، وبالتأكيد الجدل والسجال الذي جرى على أرض الواقع منذ تاريخ 11 أبريل هو
يعني مخاض عسير لتجربة تجربة نظام حكم أراد أن يفرز هذا المشهد ليس بعد سقوط النظام، ولكن هذا الأمر كان مخطط له حتى عندما كان الرئيس في السلطة. لطالما ردد ولطالما ردد نظام أن المشهد السوداني لا يستوعب أي وجود بخلاف الحزب الحاكم يومها، وهذا الأمر يعني كون السودانيين يعبروا في هذه الفترة الوجيزة في تقدير الشخصي. صحيح أن سقوط النظام يعني استمر هذا الجدل منذ سقوط النظام لثلاثة أشهر، ولكن بواقع المعطيات الموجودة على أرض الواقع هذا يعتبر زمن قياسي جدا للخروج بدولة خرجت من أتون حرب أهلية لا تزال فيها جيوش جرارة من الحركات المسلحة، فيها اختلاف لرؤى سياسية وتناحر على صعيد الخلفيات الإثنية والعرقية وحتى الدينية. وبالتالي أنا في تقديري الشخصي كل ما تفضل به الأخ الزميل الصادق الرزيقي مغدور عليه، ولا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير صحيح أنها ليست متوافق حولها. العديد من الناس الذين يدفعون باتجاه التغيير ليسوا على يعني على قناعة كاملة بأن تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير هذه المهمة، ولكن لخصوصية الواقع السياسي المتشظي ولهشاشة الوضع الأمني قبل العديد من الوطنيين. لكن أستاذ خالد يعني ألا يخشى من هذا التهميش وهذا الإقصاء أن يعيد إنتاج الأزمة في السودان؟ البعض يشعر أو يعتقد أو أن قوى الحرية والتغيير تعتقد أنها صانعة الثورة والآخرون مجرد ضيوف. ليس صحيحا. أنا على سبيل المثال يعني أتحدث من واقع التجربة، دعمنا الحراك الثوري ربما قبل أن تتأسس فكرة هو إعلان الحرية والتغيير وقبل أن يبرز تجمع المهنيين إلى السطح، ولكن كسودانيين نزعى لخروج بالسودان إلى بر الأمان دعمنا تجمع المهنيين سرا وعلانية، ودعمنا هو إعلان الحرية والتغيير بتحفظ، وعندما خالفت المزاج العام خرجنا عليها ووجهناها ونصحناها وانتقدناها، ولكن الواقع السوداني الآن يتطلب أن تتكاتف كل الجهود. ليس من المنطق على الإطلاق أن يشكل الملمح السياسي في هذه المرحلة المفصلية أي حزب عمل مع الرئيس البشير أو أي حزب عمل أو ائتلف عن النظام السابق حتى ليلة سقوط النظام، هذا ليس مقبولا على الإطلاق لأنهم كانوا جزء من النظام، ولكن كل الذين رفضوا شكل الحكم يومها وحتى الذين يعني غفزوا من مركب الإنغاز كما هو حال حزب الإصلاح الآن والدكتور غازي صلاح الدين العتباني وجد موطئ قدم واستمع إليه الناس، ليس ذلك فحسب. حتى موسى محمد أحمد الذي يعني هناك فكرة عبقرية جدا ابتدعته إعلان الحرية والتغيير وهي استصحاب كل الذين كانت تربطهم اتفاقية السلام مع النظام القائم بالرغم من قناعتهم التامة بأنهم شاركوا في النظام كما هو حال جبهة الشرق وموسى محمد أحمد كما هو حال السلطة الانتقالية في دارفور والدكتور تيان سيسي. إذن الذي أريد أن أشير إليه أن هذا الواقع المتشظي، هذا الواقع الدموي، هذه الدولة الأمنية العميقة لا يمكن تفكيكها بين ليلة وضحاها، لا بد من انتقال عبر تدرج طبيعي في تأسيس لدولة وطنية تستوعب الكل. وبالتالي كل هذه الملفات أنا لا أريد أن أرسم صورة وردية. صحيح أن الواقع السوداني متشظي، هناك مرارات، هناك غباين كبيرة، هناك دولة عميقة لا تزال تعمل، ولكن يجب على الناس تغليب الهم الوطني والمصلحة الوطنية في سبيل لم الشمل. وحتى أولئك الذين لم ينضوا تحت لواء قوى إعلان الحرية والتغيير لديهم تمثيل كامل في مجلس السيادة، وعندما تحدث ضيفك الأستاذ الصادق من الخرطوم عن البرنامج السياسي، البرنامج السياسي هو الذي سيؤسس إليه المجلس التشريعي، والحركات المسلحة نفسها التي هي الآن أبدت تحفظات اليوم كنا نطالب بضرورة وجودها. يعني أنا على الصعيد الشخصي كنت من أكثر المدافعين عن ضرورة وجود الحركات المسلحة والجبهة الثورية، ولكن اتفاق السلام الذي وقع في أديس أبابا استصحب كل هموم الهامش والحركات المسلحة، وبالتالي أعتقد أن فترة الستة أشهر الأولى هي أصلا مدرجة لملف السلام. على ذكر الجبهة الثورية، على ذكر الجبهة الثورية أستاذ الصادق الرزيقي، تعتقد أن هناك هامش أن تضاف اتفاقية أديس أبابا إلى الوثيقة الدستورية؟ يعني الجبهة الثورية تشعر بأن لجنة التفاوض مع المجلس العسكري اختطف المشهد، المؤتمر الوطني الذي كان يحكم سابقا يشكو الإقصاء من وكافة مع المكونات السياسية، هي قدرة هؤلاء برأيك لديهم القدرة على التشويش إذا ما شعروا بالغبن والإقصاء وأنهم كانوا خارج المشهد؟ باختصار لو سمحت. آه
أول هذا ما قالته الجبهة الثورية نفسها وهذا ما أعلنته، لكن الآن هنالك تطمينات من قوى الحرية والتغيير أنها لن تهمش أحدا ولن تقصي أحدا، خاصة الجبهة الثورية، وتنفي نفيا قاطعا أنها لم تسع إلى ذلك، لكن تظل هذه القضية موجودة. وأنا أعتقد أن وجود الحركات المسلحة وجود ضروري الآن وبأسرع ما يمكن في أقرب الأجال، يجب أن تدمج بسرعة في العملية السياسية القادمة، لأنه إذا لم تتم قضية السلام في السودان فلا معنى لهذا الاتفاق، ولن يكون هنالك استقرار في السودان. كل هذا الأمر وكل التحول الديمقراطي المنشود في السودان مربوط بتحقيق السلام وإيقاف الحرب في المنطقتين وفي دارفور. نحن الآن أمام مرحلة فيها تحول كبير في السودان، يجب أن نستصحب في قضية الحرب والسلام بجدية وأن نضم كل الإخوة في. أشكرك جدا، يعني أظن أن الوقت قد أدركنا. من الخرطوم رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، أشكرك وأشكر ضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي خالد العيسر، شكرا جزيلا لكما. وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد، اجتماع اقتصادي بنكهة سياسية، هذا الملف بعد قليل. اجتماع ثلاثي أردني عراقي مصري على مستوى وزراء الخارجية استضافته العاصمة العراقية بغداد، اجتماع اقتصادي بنكهة سياسية بحسب مراقبين، ذلك أنه ناقش العديد من الملفات التي تزخر بها المنطقة، وسط تأكيد ثلاثي على ضرورة العمل لاستقرار المنطقة وفرض الحلول السياسية عبر الحوار المباشر. صحيح أن التنسيق الثلاثي قائم منذ أشهر، غير أنه هذه المرة يأتي في ظل ما تواجهه المنطقة، سواء من خلال التصعيد في منطقة الخليج العربي والأزمة بين إيران والغرب، فضلا عن ما يدور حول القضية الفلسطينية. في المقابل تبدو الدول الثلاث برأي مراقبين مؤهلة للعب دور هام وحاسم في العديد من القضايا، فضلا عن إعلاء التعاون بينها في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا السياق يبدو العمل على قدم وساق لتفعيل المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستثمار. للمرة الأولى يعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد، في إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في القاهرة آذار الماضي. جدول هذا الاجتماع كان حافلا بمواضيع أبرزها مكافحة الإرهاب والاستثمار وتعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاثة، فيما سجلت القضية الفلسطينية حضورا لافتا في خطاب الوزراء. تنفيذا لتوجيهات قياداتنا بأن نعمل معا في إطار رؤيتهم التكاملية لبناء علاقات قائمة على الإفادة من الفرص الكثيرة التي ستتأتى من عملنا معا، مجموعة يجمعنا تاريخ كبير وأمامنا أيضا مستقبل مليء بالفرص، ومن هنا كان صب النقاش على تنفيذ رؤية القادة من حيث تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية السياحية الثقافية السياسية الأمنية وكل ذلك. وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيريه العراقي والمصري على أهمية المضي قدما في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وأهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي وتكامل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية فيما بينها. الاجتماع الثلاثي هذا اليوم بوزارة الخارجية ببغداد يؤكد على جملة من المضامين السياسية، في مقدمتها رؤية العراق الدبلوماسية والسياسية حول مجمل القضايا والأزمات على مستوى المنطقة. هذا الموضوع هو مهم، أن يكون هناك قمة في بغداد لوزارة الخارجية الثلاث، سوف يتمخض منها التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، لا سيما هناك علاقات اقتصادية كبيرة تربط العراق والأردن ومصر، خط محوري حقيقي كبير، وحتى في ملف الاستثمار والملف في المناطق الصناعية هناك موقف صحيح من قبل هذه الدول. ثمار هذا الاجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في بغداد وتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي
والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، بالإضافة إلى رؤية موحدة فيما يخص التوترات الإقليمية. بحسب لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، فإن الاجتماع الثلاثي المقبل سيكون في العاصمة الأردنية عمان، تسبقها لقاءات ثنائية تمثل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لترجمة ما تم الاتفاق عليه في بغداد اقتصادياً وأمنياً. عمار مهر، المملكة، بغداد. للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر حوارات، كذلك أرحب بضيفي من العاصمة العراقية بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكما دكتور منذر. يعني أهمية هذا الاجتماع، مؤشرات هذا التقارب السريع ما بين الثلاثي عمان القاهرة بغداد، أكثر من زيارة وأكثر من تكرار ولقاء ما بين العواصم الثلاث. نعم، في ظل قرع طبول الحرب بالخليج ربما تحتاج المنطقة إلى تجمع جيوسياسي كبير يضمن الأمن والاقتصاد والمستقبل بعيدا عن هذا التوتر الحاصل في مضيق هرمز والمنطقة الخليج العربي. بالنسبة للأردن، العراق يشكل منفسا اقتصاديا وداعما سياسيا على مدى تاريخي. مصر هي عنصر التوازن في المنطقة حقيقة، وهي التي دعمت عبر السنين موضوع التضامن العربي ومشروع استقرار العالم العربي حينما تضاءل دورها، تضاءل الاستقرار في المنطقة. العراق كان يشكل الضامن الرئيسي للأمن في منطقة الخليج والمعادل الاستراتيجي لإيران. الآن حينما خرج العراق من اللعبة، من لعبة التوازنات العسكرية والاقتصادية والسياسية في الخليج، لاحظ حجم الزعزعة في الأمن في الخليج وهيمنة طرف واحد عليه. الآن في ظل هذا التوتر الكبير في المنطقة يحتاج العراق إلى فك تشابكاته مع إيران، هذه التشابكات التي ربطت الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني، ربطت النفط العراقي بالنفط الإيراني، ربطت حتى الكهرباء، ربطت القرار السياسي العراقي بالكثير من المزاج والرغبة السياسية لإيران، وأوجدت طابع جيوعسكري في الإيراني داخل العراق مما أضعف القوة الحقيقية للعراق كدولة استراتيجية في المنطقة. الآن يجب أن يستعاد العراق إلى هذا الفضاء الجغرافي السياسي العربي كي يقوم بدوره الحقيقي. العراق الآن يخضع نفطه أو يتعرض لعملية ابتزاز داخل مضيق هرمز، وبالتالي هو يحاول أن يهرب، يوجد بدائل لتمرير نفطه وليس أقرب من قناة السويس، وبالتالي هو بحاجة إلى ممر من البصرة إلى خليج العقبة، وربما يستمر الخط إلى مصر. أيضا بحاجة إلى الكهرباء الآن ليتخلص من سياسية الكهرباء الإيرانية. الكهرباء الإيرانية ذات طابع سياسي وليس اقتصادي بحت، بالتالي عملية ربط الشبكة الكهربائية الأردنية المصرية مع الشبكة الكهربائية العراقية ربما تحتاج سنتين، ولكنها خطوة طموحة. أيضا على صعيد ما يجري الحديث عنه، عن صفقة القرن. طيب سأتي هذا الموضوع، مهم سأتي لهذا الموضوع، اسمح لي دكتور منذر. دكتور عبد الرحمن المشهداني ضيفي من بغداد، يعني أشار الدكتور منذر ضيفي هنا في الاستوديو إلى نقطة مهمة، فك الاشتباك والتبعية وسطوة القرار الإيراني على السيادة والسياسة الإيرانية في ظل التحركات التي تبعناها في الآونة الأخيرة، العراق باتجاه الأردن باتجاه مصر، قمة ثلاثية كانت في القاهرة بين قادة هذه الدول، زيارات متكررة، زيارة جلالة الملك بطبيعة الحال إلى العراق. يستطيع العراق اليوم في دقة اللحظة الراهنة فك الاشتباك وهو يسعى للقيام بدور الوسيط، ويجنب العراق أن يكون ساحة للمواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران أولا، وثانيا أن ينفتح عبر النافذة الأردنية المصرية ويسترجع المكان التي كانت لديه عربيا؟ شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، تحياتي لك سيدي العزيز وللضيف الكريم. أولا أنا الخبير الاقتصادي وليس السياسي، لكن لا ضير أنه أدخل في الجانب السياسي لتشابك الموضوع الاقتصادي بالسياسي. الحقيقة ما تطرق له دائما ما يسمونه الاقتصاد السياسي دكتور عبد الرحمن. تمام، كله يحرك الآخر، تخصصي أيضا الاقتصاد السياسي، ولذلك لا ضير من هذا.
ما تطرق له الأستاذ منذر في الاستوديو أنا أعتقد أتفق معه تماماً، أنه اليوم هناك هيمنة على القرار السياسي والقرار الاقتصادي، من الصعب جداً فكاك هذا التجاذب نحو الاقتصاد الإيراني أو نحو إيران خلال الفترة القصيرة. ولذلك نجد أنه الحكومة الحالية، حكومة السيد عبد المهدي، منذ اللحظات الأولى أعلنت أنها لن تكون مع سياسة المحاور باتجاه دولة ضد دولة أخرى. والزيارات اللي قامت بها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس البرلمان إلى كل دول الجوار من أجل إعادة بناء العلاقات على أسس كفوءة وسليمة تمخضت عنها هذه الاتفاقيات. من الصعب جدا فكاك الاشتباك مع الاقتصاد الإيراني، لأنه من خلال تتبعي وكوني اقتصادي أنه هناك اليوم إيران تشكل الشريك التجاري الأول بالنسبة للعراق منذ سنتين أو أكثر من سنتين. يعني احنا نستورد طيب يعني إيران. أنا لا أريد أن أدخل بتفاصيل تفاصيل العلاقة، يعني أنت أشرت دكتور أنه من الصعب، يعني يحتاج الأمر ربما لسنوات. ماذا تفيد العلاقة العراقية مع الأردن، العلاقة الأردنية، علاقة العراق مع مصر، هذا التنسيق الثلاثي برأيك في هذه اللحظة، في هذه حيث الأمواج أمواج صعبة وعاتية؟ هذا الأمر في الجنب السياسي والجنب الاقتصادي. أولا العراق يحتاج إلى أنه يخلق منافذ أخرى وتوازنات جديدة ليستعيد دور القيادي في المنطقة. وأنا أعتقد الاتجاه نحو الأردن ونحو مصر ونحو السعودية ونحو الكويت، أنا أعتقد أنه هذه البوابة التي ستعيد التوازن للمنطقة. المسألة الثانية أشار إليها أيضا أستاذ منذر، أنه اليوم العراق هو المنفذ الوحيد للخليج العربي، والخليج يشهد أزمات سياسية خانقة. أي مشكلة تحدث داخل مضيق هرمز سيتوقف تصدير النفط العراقي بشكل كامل، وبالتالي سيختنق العراق. لذلك أنا أعتقد أن العراق حريص على إدامة علاقاته مع المملكة الأردنية ومع مصر لتنفيذ الخط الأنبوب النفط الناقل من مصر إلى العقبة وإلى السويس حتى ينوع من منافذ التصدير، لأنه أيضا هناك مشاكل باتجاه تركيا إذا ما بقى الخط التركي العراقي، لأنه هناك هيمنة عليه من إقليم كردستان ومحدودية تصدير النفط عبر هذا الخط. وبالإضافة إلى أنه كل السنوات التاريخية، يعني هو ليس من تسعينيات القرن الماضي بل قبل بسنوات طويلة، أنه الأردن هي العمق التاريخي والحضاري والإنساني بالنسبة للعراق، وكان الأردن موقف إنساني مشرف في أزمة حرب الخليج عندما كان المنفذ الإنساني بالنسبة للعراق. فأنا أعتقد أنه العراق بدأ يلعب هذا الدور ويستعيد علاقاته الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار والأردن ومصر على رأس هذه الدول. نعم. طيب دكتور منذر حوارات، يعني ندخل برأيك أردنيا أو يجب أن ندخل في مرحلة جديدة يعاد النظر فيما هو قائم أو ربما يتبدل، ونظر إلى تفاهمات جديدة وتعزيز المفيد منها؟ نعم، الأردن الآن بحاجة إلى قراءة حاله السياسي الاقتصادي بطريقة مختلفة وأكثر ديناميكية. ربما يتعرض الأردن إلى ضغوط بسبب مواقف سياسية عديدة، وبالتالي هو بحاجة أن لا يكون له امتدادات واقعية حقيقية اقتصادية مع الإقليم، بحيث أنه تجنب حالة قطع مفاجئ لأي وريد، يعني أو شريان مالي أو شريان اقتصادي. العراق منفذ مهم جدا، مصر وجودها بالخارطة الجيوسياسية الأردنية كداعم رئيسي هذا شيء كبير. الأردن بحاجة إلى البحث عن بدائل حقيقية في اللحظة التي تسقط خياراته مع الولايات المتحدة كشريك في عملية السلام. لاحظ الولايات المتحدة الآن تقرر ما يراه اليمين الإسرائيلي. في حال استمرار الولايات المتحدة في هذا المنهج، هذا سوف يكون خطرا استراتيجيا على الأردن، وبالتالي من الذكاء والبداهة أن يؤمن الأردن بدائل استراتيجية لذلك. صحيح
أنه لن يستطيع التخلي عن الولايات المتحدة وعن شركائه الحاليين، ولكن هذه الأيام القادمة لا أحد يعلم ما يمكن أن يسير فيها. الإدارات الأمريكية لم تعد هي تلك الإدارات التي ترسم السياسة وفق بيروقراطية أمريكية ثابتة راسخة ذات مفاهيم عن المصلحة الاستراتيجية الأمريكية والأرض مهمة في تلك المصلحة. الآن ترسم السياسة الأمريكية ربما بقرار على تويتر، وهذه مشكلة لأنه قد تهدد أمن الأردن، وبالتالي هو بحاجة إلى أن يعزز مفهوم الشراكة الإقليمية. دعني أقول لك أيضا، الولايات المتحدة شريك في هذا التحول اتجاه العراق. الولايات المتحدة تريد أن يتعزز الوجود العربي داخل العراق، تريد أن يكون هنالك امتداد عربي داخل العراق كي تسهل نفوذ العربي هناك، وكي تسهل عملية إعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب وقطع الأواصر الإيرانية داخل العراق، بالذات أنه ثمة قطع أو حصار اقتصادي على من قبل الخزانة الأمريكية للتعامل بالدولار بين إيران وأي طرف إقليمي آخر، وبالتالي هذا سوف يعيق التبادل التجاري ما بين إيران والعراق، والعراق بهذه الحالة بحاجة إلى بدائل معقولة وقريبة كي يتمكن من إيجاد ورسم صيغة اقتصادية سياسية مقبولة لنخبه السياسي. يعني أشرت إلى نقطة ربما غاية في الأهمية أيضا، ضرورة تحقيق ربما التوازن في دائرة صنع القرار في المنطقة. دكتور عبد الرحمن المشهداني، الزيارات المتكررة والمتبادلة لم تدع ربما ثغرة اقتصادية إلا وملأتها. في ظل اتفاقات أوقعت، كانت هناك أصوات ربما معارضة ومتحفظة، يجري ربما تجاوز بعض الأصوات في العراق المعترضة على مسار العلاقات الأردنية العراقية وهذا النمو المتميز والزيارات اللافتة ما بين الجانبين، برأيك؟ الحقيقة يعني هذا الكلام سليم، يعني ما وقعت الاتفاقية في مطلع عام 2019 كانت هناك أصوات معارضة من رجال الأعمال والصناعيين بإمكانية أنه الصناعة الأردنية لن تستطيع أن تغطي كل احتياجات العراق وربما تستعين بصناعات أخرى، ويعني تعرف هذا الكلام اللي كان يدور. لكن أنا أعتقد أنه هذا الأمر تغير كثيرا بعد الزيارات المتبادلة وبعد انجلاء الموقف باتجاه استمرار العقوبات الأمريكية على إيران والقناعة التامة أن العراق لن يكون شريك أساسي باتجاه إيران ما لم يعزز علاقاته مع الأقطار العربية الشقيقة، والأردن على رأس هذه الدول كشريك تجاري له مواقف سابقة. ممكن أن يكون أن تفعل الاتفاقية التي وقعت في مطلع عام 2019 ليكون ميناء العقبة بديل عن ميناء البصرة في حالة حصول أي أزمة اقتصادية. عدا عن ذلك أن هذه الدول قريبة في مواقفها السياسية وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن هذه الدول الثلاثة أن تلعب دورا مهما في تخفيف الأزمات في الدول المنطقة، ولذلك هذه الأصوات خفت كثيرا ولم نعد نسمعها كما كانت في اللحظات الأولى. نعم، أنا أشكرك الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني ضيفي من بغداد، كذلك أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، شكرا جزيلا لكما. عشرات القتلى والمصابين خلال أيام في الولايات المتحدة، حمل السلاح والكراهية وتساؤلات عن الأمن، هذا الملف بعد فاصل قصير. من جديد، يفتح النقاش على مصراعيه حول قوانين السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية. مسلسل الجرائم المتوالية خلال الأيام الماضية أودت بحياة أكثر من 30 شخصا وأصابت العشرات، فيما الدوافع في معظمها تقع تحت شعارات عنصرية واستهداف للمهاجرين وذوي البشرة الملونة. جرائم قتل عدة شهدتها ولايات أمريكية خلال السنوات الأخيرة، فيما تعتبر جريمة تكساس الأخيرة ثامن أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ الولايات
المتحدة. وفي السياق يلفت العديد من المراقبين إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية قد تكون سبباً مباشراً في تغذية ما بات يوصف بالولايات المتحدة بالإرهاب المحلي. نجح الأمريكيون بفضل إجراءات الأمن ونشاط دوائر الاستخبارات في تأمين حدودهم جيداً من وباء الذئاب المنفردة ووباء تنظيمي داعش الإرهابي والقاعدة وغيرها من التنظيمات، لكنهم فشلوا في التصدي للإرهاب القادم من الداخل وصعود أسهم القوميين البيض وبعضهم من المتطرفين الرافضين لاستيعاب الأقليات داخل البلاد. فمنذ تفجيرات 11 من سبتمبر الشهيرة وبعد حرب العراق وظهور التنظيمات الإرهابية، كانت واشنطن تتعامل مع حوادث إرهابية يحركها أو يرتكبها أجانب تحت شعارات دينية. ولكن وبعد تكرار عمليات إطلاق النار، بدأت تتسع تحت هذا الشعار شعارات تتعلق بالأقليات والمتطرفين وغيرهم. ففي ولاية تكساس فوجئ رواد متجر وولمارت بسقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين بهجوم عبر مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي داخل المتجر. السلطات الأمريكية ألقت القبض على مشتبه به وهو شاب أبيض عمره 21 عاماً. الرئيس الأمريكي وصف عبر تغريدة له الهجوم بأنه عمل جبان. قائد شرطة مدينة الباسو قال إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه به يشير إلى أن هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية. البيان المؤلف المنشور على موقع إلكتروني يستخدمه عادة المتطرفون وصف هجوم وولمارت بأنه رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس، كما عبر عن دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصاً في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا. ويعتبر هذا ثامن أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث بعد واقعة عام 1984 في سان إزديرو التي قتل فيها 21 شخصاً. ومنذ استلام دونالد ترامب رئاسة الولايات وقعت نحو 12 عملية أبرزها كانت في لاس فيغاس والتي راح ضحيتها 58 قتيلاً وعدد من الجرحى، لتأتي بعدها عملية نادي المثليين في أورلاندو وأسفرت عن مقتل 49 شخصاً. من ثم المدرسة الابتدائية في ساندي هوك التي أودت بحياة 26 قتيلاً، وكنيسة ساذرلاند في تكساس التي أسفرت عن مقتل 25 شخصاً، وأخيراً باركلاند في فلوريدا التي أودت بحياة 17 قتيلاً. لتكشف هذه العمليات ملمحاً جديداً تمثل في صعود جرائم الكراهية التي يرتكبها أمريكيون ليسوا من المهاجرين الجدد الذين لطالما طالب ترامب بإعادة إصلاح قانونهم، بل أغلبهم من القوميين البيض المتطرفين الرافضين لغيرهم سواء السود أو المسلمين أو اللاتينيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الموجودة في أمريكا. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن مدير مركز الحوار العربي الدكتور صبحي غندور. دكتور صبحي أهلا بك. بداية، عندما ينشر منفذ هجوم الباسو في تكساس على إحدى المواقع أنه قام به ردا على غزو المنحدرين من أصول إسبانية، ماذا يتبادر إلى ذهنك دكتور؟ طبعا يتبادر فورا أخي طارق ما هو يتعلق بالرئيس ترامب نفسه الذي هو في كل هذه الفترة التي قضاها حتى الآن في البيت الأبيض كان وما زال يعطي تصريحات ويغرد على تويتر بما هو يشجع على هذه الحالات. يعني حتى الذي قام به ما قام به من إجرام في نيوزيلندا بمسجدين قال آنذاك أنه يدعم الرئيس ترامب وما يقوله أيضا من مواقف لها علاقة في المسلمين. هذه حالة الآن للأسف تعيشها الولايات المتحدة، أن قيادة الولايات المتحدة عوضا أن تكون هي عنصر موحد للأمريكيين هي الآن لها دور كبير هذه القيادة في تقسيم الأمريكيين على أسس دينية وعرقية وأثنية كما يحدث الآن. لكن أيضا لنكون منصفين أخي طارق، يعني ما يحدث في الولايات المتحدة له جذور، يعني العنف المسلح بحد ذاته له جذور عميقة في المجتمع الأمريكي. أمريكا قامت على العنف المسلح، ومسألة السلاح مرتبطة بالدستور والتعديل الثاني للدستور. يعني أمريكا قامت على عنف مسلح ضد الأمريكيين الأصليين الذين
يسمونهم الهنود الحمر، قامت على عمق مسلح ضد بعضهم البعض في الحرب الأهلية عام 1960، وجدنا ذلك يتكرر في أكثر من مكان. لكن هذا الأمر الذي له علاقة في العنف المسلح ليس هو أنا في رأيي الخطر الأكبر. الخطر الأكبر هو العنصرية في الولايات المتحدة، وهي أيضا متجذرة في داخل المجتمع الأمريكي. يعني منذ قامت الولايات المتحدة هناك حالة عنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة الذين جاءوا بهم كعبيد يستخدمونهم من كانوا من الأوروبيين يسيطرون على الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك متغيرات في المجتمع الأمريكي، هناك أقليات تأتي من دول مختلفة خاصة من أمريكا الجنوبية واللاتينية والمكسيك وغيرها، جعلت ربما من هم حالة الأمريكيين البيض الأوروبيين البروتستانت يشعرون بمخاطر على هوية أمريكا، هويتها الأوروبية، هويتها البيضاء، هويتها حتى المذهبية البروتستانت، لأن من يأتون من أمريكا الجنوبية واللاتينية هم من المسيحيين الكاثوليك بمعظمهم، ومن يأتون طبعا من الشرق الأقصى ومن الشرق المتوسط وغيره، هؤلاء من أيضا من أديان ومذاهب مختلفة. فأعتقد نتعامل مع مشكلة متجذرة في الولايات المتحدة، لا علاقة في الهوية، لا علاقة في العنف المسلح وحق استخدام السلاح، لكن ما هو يعني يستخدم هذه العناصر كلها الآن هو أنا في رأيي تيار لترامب، وترامب شخصيا تحمل مسؤولية لأنه من خلال المواقف التي يعلنها يشجع هذه الحالات. يعني هذا ما قاله على الأقل الكثير من قاموا بأعمال عنف ضد أقليات. لكن هنا هذا المزيج أخي طارق لا أفصله عن بعضه البعض في التعامل مع هذه الحالات الآن. طبعا على طول هذا التاريخ دكتور صبحي المليء في العنف والنظرة التمييزية المبنية على موضوع تفوق العرق الأبيض وكذلك الهوية والتفرعات المذهبية، لم تجري في مرحلة ما من مراحل تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية عملية تصويب لتلك النظرة في مجتمع في الأساس هو مبني على المهاجرين وتعدد الأعراق والهويات والقوميات؟ هذا صحيح، لكن المحاولات هذه التي حدثت اصطدمت بهذا الواقع الذي كنت أشير إليه من الناحية التاريخية، إن كان حق استخدام السلاح ودور الكبير للرابطة الوطنية لحمل السلاح، هي أكبر لوبي في الولايات المتحدة تدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ونجد في الكونغرس بمجلسي خوف من التعامل، يعني من التعامل مع هذه القضية بوقف استخدام السلاح أو ضبط استخدامه. لكن أيضا لنأخذ بعين الاعتبار المحاولات التي تمت كانت تؤخذ بحالة عكسية. يعني أول رئيس، لاحظ معي أخي طارق، أول رئيس أمريكي كاثوليكي كان جون كينيدي، رغم أن القانون الأمريكي والدستور الأمريكي يضع الناس كلها في حالة متساوية بغض النظر عن الأعراق والأديان وكل هذه المسائل التي تميز الناس عن بعضها البعض. وجدنا جيمي كارتر الأول رئيس أمريكي يأتي من ولاية جنوبية بعد الحرب الأهلية التي حدثت عام 1860. وجدنا وهنا الحالة الأخطر، باراك أوباما كأمريكي أفريقي والده مسلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة. هذه ظواهر إيجابية طبعا، لكن ردة الفعل عليها الآن أنه بسبب وجود أوباما ذو الأصول الأفريقية المسلمة كانت هناك ردة فعل عنصرية كبيرة في أمريكا، استغلها طبعا هذا التيار العنصري الموجود في الولايات المتحدة، استغل الحزب الجمهوري كما حدث في حزب الشاي عام 2010، كما حدث مع ترامب نفسه. لذلك أرى أن الآن مستقبل أمريكا يتوقف فعلا على هذا الجيل الجديد. هذا الجيل الجديد إذا وجد، وقسم كبير منه كان مؤيدا لأوباما، يعني من البيض أتحدثنا، هذا الجيل الجديد إذا أدرك أن مستقبل أمريكا مرهون بالتعامل بحالة مختلفة عن الحالة العنصرية، مرهون بوقف هذا الاستخدام الغير يعني منضبط إطلاقا للسلاح في داخل الولايات المتحدة، إذا حصل هذا الجيل الجديد على هذه القناعة أنا أعتقد ممكن هناك أمل في مستقبل أفضل لأمريكا. لكن ما أراه على أرض الواقع الآن لا يبشر بالخير. أرى أنه خلال هذا العام والعام القادم الذي هو عام الانتخابات، من خلال وجود ترامب على رئاسة أمريكا، سنشهد حالات عنف وعنف مضاد. أنا لا أستغرب أنه يعني أتوقع ذلك، حتى أن يقوم أحد ربما الأمريكيين الأفارقة أو الأمريكيين اللاتينيين بعمل عنف ضد الأمور التي تحصل الآن مع هذه الجماعات، وهذا بحد ذاته سيعطي أيضا أعذارا لأعمال أخرى. وسنجد أيضا أن ترامب يشجع على هذه الحالة كما فعل في مسألة الحدود مع المكسيك ومع الأمريكيين الأفارقة ومع المسلمين منذ وجودي في بداية حكمي في البيت الأبيض. طيب أنت تعلم دكتور صبحي، وأرجو أن تصححني إن كنت مخطئا، في السياسة جميع الأسلحة ربما تكون مشروعة، والعمل الحالي والقادم عام انتخابات ويسعى ترامب إلى ولاية ثانية، الديمقراطيون كيف يمكن أن يستغلوا
هذه النقطة لتحذير الشعب الأمريكي من مخاطر مرحلة إذا ما استمر خطاب نشر الكراهية وتصوير الخصومة الرئيس الأمريكي أو خصومته للآخرين بأنهم يمثلون أعداء الولايات المتحدة، ما يشجع متطرفا ما أو إرهابيا على ترجمة ذلك على أرض الواقع بقتل أبرياء؟ هناك توظيف الآن يحدث من قبل الحزب الديمقراطي لهذه المسألة التي تشير إليها أخي طارق. يعني هناك الآن تصريحات سمعناها اليوم في أكثر من وسيلة إعلامية أمريكية من أشخاص أو منتمين للحزب الديمقراطي وأعضاء في الكونغرس يتحدثون بهذه اللغة ويحملون ترامب المسؤولية وما هو يقوم وما يصرح به. لكن في تقدير المشكلة ليست هنا، المشكلة هي في الحزب الجمهوري. من المهم أن تخرج أصوات من الحزب الجمهوري نفسه الذي هو يعني المظلة لتيار ترامب الآن تدين هذه الأعمال وتحمل طبعا العنصرية البيضاء الموجودة مسؤولية وما يحدث. حتى يحدث ذلك أنا في رأيي بحاجة إلى تيار شعبي مضاد لهذا التيار العنصري. هذا التيار الشعبي المضاد موجود على الأرض لكنه غير منظم، موجود بين أعداد كبيرة من الأمريكيين البيض والأقليات الأخرى لكنه غير منسق بين بعض البعض، على عكس حالة من هم في هذا التيار العنصري الذين أنا في رأيي يعني هناك الآن جهاز تنظيمي لهم وهناك رئيس في البيت الأبيض بهذا المعنى وهناك قوى عديدة تحركهم كما حدث حتى في أوروبا نفسها. يعني تأثير هذا التيار الأمريكي العنصري على أوروبا نرى هناك أيضا حالات عنصرية خطيرة تخرج الآن في المجتمع الأوروبي. فأعتقد نحن نعيش الآن في عالم تقوده الولايات المتحدة وتقود معه العنصرية أيضا على مستوى العالم. الخروج من هذه الحالة ليست مسألة فقط متوقفة على الديمقراطيين، بحاجة لقناعة داخل الأمريكيين أنفسهم أن هذا سيؤدي بأمريكا إلى حالة الانهيار كمجتمع واحد وسيدفع إلى حالة صدامات مسلح في أكثر من مكان. طيب دكتور صبحي بإجازة من فضلك، يعني ندرك مدى نفوذ وسطوة قوى جماعات الضغط فيما يتعلق باقتناء السلاح المحمي دستوريا، ماذا يكون رد هؤلاء الممانعين لفرض قيود عندما تقع مثل هذه الحوادث والتي تكررت في الآونة الأخيرة بشكل مثير للقلق والذعر؟ يعني عندما تحدث أمور مشابهة التي شاهدناها ليلة أمس يعني واليوم إن كان في أوهايو أو في تكساس، حينما تحدث حالات من هذه النوع تخرج أصوات تطالب بضوابط لحمل السلاح. لا أحد يطالب على فكرة الآن بمنع حمل السلاح. يعني في أمريكا أخي طارق تحتاج إلى رخصة لقيادة السيارة لكن لا تحتاج لرخصة لحمل السلاح. يعني حمل السلاح يحتاج فقط ربما أن الاطلاع على ما لديك من أوراق تعريف وليس هناك حاجة لرخصة كما هو في ربما في بعض البلدان. هناك أسلحة تستخدم عادة في الجيش يتم حق للمشتري أن يأخذها وربما يكون كعمر الذي هو قام في تكساس 21 سنة أن يحصل عليها. المشكلة هنا في أعضاء الكونغرس الذين يمولهم هؤلاء من هم في اللعبة الأسلحة ويدعمونهم في الانتخابات أو يخافون من قاعدتهم الشعبية التي هي في كثير من الولايات تحرص على استمرار السلاح. الخروج من هذه الحالة يتطلب تحركاً أكثر مما نراه الآن، أكثر من أصوات الصريخ، بحاجة فعلاً إلى قوة ضاغطة. يعني ربما أمريكا بحاجة إلى حراك شعبي كالذي تشهده بعض البلدان لإحداث هذا التغيير المطلوب فيها في قضايا عديدة. نعم، أنا أشكرك دكتور صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي من واشنطن. إذا بهذا نأتي إلى ختام العاشرة، نعود ونلقاكم غداً في الموعد نفسه. تحية وإلى اللقاء.